لجأ أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الخارجية مجدداً إلى الاعتصام في شارع المصارف في طرابلس، وعمدوا إلى إقفال أبواب عدد من المصارف التي تمنعت عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي وقابلته بقوانين خاصة بها، ما أدى إلى عرقلة تحويل الأموال إلى أبنائهم وتردي أوضاعهم. رغم العذاب اللي تعذبناه واللي قمنا فيه مشان إنشاء هذا القانون، وفي بند جزائي ينص بخصوص المصارف التي تتمنى، رغم هيك هذا القانون اللي هو مشرع من أعلى السلطات بالدولة أصبح الآن قانون آخر في المصارف، لأن المصارف أصبح لها قانون خاص بها من طلبات ومن معوقات تعيق الأهالي والطلاب في كل الأوراق وإلى آخره، ولكن نحن لا نرضى بهذا الوضع إطلاقا، ونحن سنواجه كل مصرف وكل فرع يريد أن يضع قانونه الخاص به، ونحن لا نرضى به لأنهم سلطة فاشلة أوصلت البلد إلى ما نحن عليه الآن، ونحن لن نرضى ولن نضيع ونضيع حق أولادنا في التعليم. وتوجه أهالي الطلاب إلى بعض المصارف التي تتمنى عن الالتزام بالقانون، مؤكدين إصرارهم على ملاحقتهم حتى تطبيق ما يلزم لتحسين أحوال أولادهم.